يعني ما أعرفش أحكي أمانة الله، لأنه هاي المقدمة العظيمة اللي تحدثت بيها يعني ما أعرف، هذه أول مرة أطلع للإعلام بصراحة. يعني دورة رابعة لكن ما أطلع للإعلام، قلة ما أطلع للإعلام. فاليوم هذا هاي المقدمة الجميلة واللطيفة، يعني يمكن أنت دا تذكر منجزاتي للشعب العراقي أو لمحافظتي ولمنطقتي الفلوجة بالذات. من النوع اللي أنا ما أتكلم، لكن من النوع اللي أعمل. بيشو احنا شفنا يعني انا كثير من الناس سألوني يعني ليش هالناس خرجت، يعني ارجع الزمن مخرج بالله اللقطات. صدقيني انا سألت ايضا، يعني سألت انه شنو يعني طلعوا دعايات قالوا دفعت 50,000. والله يا اختي اذا دفعين 50,000 هذه الناس مو مال تطلع بفلوس، هذه الناس طلعت من محبة إلك، فهم الدعاية مالتهم مغرضة. لكن اكيد انت اشتغلتي لأهلك وناسك خلتهم يعتزون بيك، صح؟ انت مقلة بالاعلام لكن هذا دليل عمل، هذا دليل انه انت مسوية شيء. طبعا اكيد استاذ انور، انا نائبة لدورة رابعة منذ عام 2010 دخلت العملية السياسية، ودائما انه اني اترك بصمة واعمل ولا اظهر في الاعلام. فكل دورة يجددون الولاء لجمهوري ويجددون الثقة لي. فقط من أطرح اسم سميع الغلاب، الحمد لله والشكر يعرفون بأن سميع الغلاب لها منجزات متواصلة مع جمهورها، تحقق طلباتهم، تقدم الخدمات لهم، وهذا هي النتيجة اللي أمامكم شاهدوها.